يعني الناس شافت ان انا حصل لي طفره غير طبيعيه لما بدات تركز عليا. بدات يعني اجيب جوال واشوط وازيد و جبت جول في الاهلي شوط فاول اثنين جاب جونين واحد بدماغه لا ماتش انا بكلم الفاول ماتش كلوبالي 2-1 2-1 ده كان اول ماتش ده كان اول ماتش النادي الزمالك يكسب النادي الاهلي بعد فتره كبيره 6 سنين ده حقيقي كان طارق سعيد يقول لك 6 سنين عجاف طارق سعيد واحنا كسبنا في الماتش ده وطبعا ما انتوا دايما كل 6 سنين 10 سنين تكسبونا ماتش انا مش هقدر اتكلم معاك يا كابتن مصطفى خلاص انا مش هتكلم خلاص ليه كابتن مصطفى يونس كابتن ايوه ماشي الكوره ما يعني طبعا لا بس ده عمال يدهم لك لا بهزر بس لا لا يا كابتن مصطفى قيمه وقامه ايوه لا على دماغنا طبعا انا بتكلم كوره احنا بنتكلم كوره وكوره محدش يقدر يتكلم معاه طبعا كابتن مصطفى يونس يا مهيب يعني احنا بنسمع عنه ونقرا عنه ونشوف في التلفزيون فلما يبقى قاعد معايا ونتكلم معاه ده شرف كبير في النصيب بقى هو عايز بس كل كام سنه يا كابتن مصطفى مش هقول تاني خلاص